زكي حسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، والله العظيم شعب السعودية أبطال في كل القطاعات، وفي الفترة الأخيرة شفنا تميز وتضحيات كبيرة من أبطال الجيش الأبيض من رجال ونساء القطاع الصحي اللي كانوا خط الدفاع الأول لحماية أفراد المجتمع، اللي بعضهم ما التقى بأبنائه أو بناته شهور، وبعضهم جالوا المرض وقاوموا ورجع يخدم للمستشفى في موقف مشرف. وكانت نتيجة هذا العطاء إن السعودية نالت إعجاب كل دول العالم وإشادة المنظمات الدولية في التعامل مع الجائحة. وهذا حصاد القيادة الحكيمة اللي جعلت الاستثمار في الإنسان هدفها الحقيقي، لأن الشعوب هي التي تبني الأوطان، فدرست وابتعثت ودربت واستقطبت وكافأت واستحقت إنها تفتخر بأبنائها في الآخر اللي رفعوا راسها. فمليون شكر لكل فرد يلبس البالطو الأبيض ويخدم الوطن وأبناء الوطن. هذه كانت كلمتين بصدق من أخوكم زكي حسنات. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنات.